اهلا مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي اون نوفيل فابريكاسيون وفي تركيبه جديده للقنابل الفوارة اللي غنصنعوهم اليوم على شكل حلوى الدونات. كيف ما غادي تشوفوا في التركيبه انها غنيه بزيت الافوكا وكذلك غادي ترطب لنا البشره وغادي تساعدنا على الاسترخاء وتعقم لنا البشره وغادي تنظفها. وغنحتاجوا في التركيبه 153 غرام بيكربونات الصودا، 73 غرام حمض السيتريك، 15 غرام زيت الافوكا، 20 غرام نشا الذرة، 7 غرام زيت عطري، مايكابيل لون البرتقالي، مايكابيل لون البني، ومايكابيل لون الازرق. يلا نبداو. اول حاجه كنقومو بها كناخذو بول وباستعمال صفايه غادي نضيفو بيكربونات الصودا، من بعد غادي نضيفو النشا، حمض السيتريك غنخليوه على جنب وهو اخر مرحله غنضيفوها. غادي نحاولو نخلطو هذيك التركيبه وغنضيفو من بعد زيت الافوكا وغادي نحاولو انه يتمزج لينا مع التركيبه، ومن بعد غادي نضيفو الزيت العطري وكذلك غادي نمزجوه مزيان مع التركيبه. غادي نبقاو نشوفوا التركيبه ديالنا واش قابطه في راسها، يعني واش تقدر تشكل لينا بات بومب مزيانه. كنشوفوا الا بانت لينا ما قابطاش في راسها نقدروا نزيدوا رشات من الكحول 96 درجه اولا 90 درجه حتى هو كيفي بالغرض. الا كانت ما محتاجاش تقدروا ما تضيفوهش كاع. وفي الاخير غادي نزيدوا حمض السيتريك وغنخلطوا التركيبه ديالنا مزيان. كيف ما غتلاحظوا في الفيديو انني في الاول كانت عندي فكره، ولكن من بعد بدلت الفكره ديالي انني غادي نصاوبها على شكل حلوى الدونات. كتشوفوا هنايا خديت المول ديال حلوى الدونات وخديت الالوان ديال المايكا. غادي نضيف مايكا باللون البرتقالي ومايكا باللون البني وغادي نحاول انني نمزجهم مع التركيبه مزيان باش يعطوني هذاك اللون اللي قريب شويه اللون ديال الدونات الحقيقيين. وغادي نديرو في المول وغادي نبقى نضغط دائما الضغط نضغطو على هذوك الكرات الفوارة اللي كنصنعوهم، لان الضغط هو السر ديال النجاح ديالهم. وكنخليوهم حتى كيقصاحوا على حسب كل دونات ولا مثلا كل كره فواره شحال غادي تشد لينا ديال الوقت. مني غادي يقصاحوا في ساعه غادي نديروا لهم البلاستيك باش كنحتفظوا عليهم ونقدروا ينبيعوهم ينستعملوهم. هذا هو الشكل النهائي للكرات الفوارة اللي على شكل حلوى الدونات. الى عجبكم محتوى القناة ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك، كذلك تشاركوا القناة مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ولا بغيتوا تطرحوا لي الاسئلة ديالكم تقدروا تواصلوا معايا من خلال الصفحة الخاصة بالقناة على الفيسبوك او على الانستغرام. بحال هكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي نوفيل فابريكاسيون. باي باي.